معاناة ومأساة أطاحت بأطفال لا يتجاوزون العاشرة من عمرهم للخروج إلى الشوارع والبيع في وسط زحمة السير من أجل لقمة العيش. شنو أبوي بيشتغل؟ كان يشتغل في مطعم، صار كيف بطل يشتغل؟ أنا بطلع يعني الأولاد الصغار، في أولاد صغار لهم أساسهم إنهم يتعلموا بيروحوا يبيعوا بالشوارع، هم أهلهم بيقولوا لهم يروحوا يشتغلوا بالشوارع. لا نعلم على من تقع هذه المسؤولية في هذه الظاهرة، هل هو على الحكومة الفلسطينية أم على الأهالي أم على مجتمع لا يعطي حقا للطفل بأن يعيش طفولته؟ هؤلاء الأطفال أمانة في تحت يد أبائهم وأمهاتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأعتقد أن السبب الرئيسي في خروج هؤلاء الأطفال هو سبب اجتماعي، يعني في هدم في الأسرة، في مشاكل عائلية في الأسرة تجعل الأطفال يخرجون ولا يذهبون إلى مدارسهم. فالسبب الرئيسي سبب علاقة الأبوين هي في البداية، ثم هناك أسباب أخرى اقتصادية لا أرى أنها يعني مهمة جدا كالأسباب الاجتماعية التي ذكرت.